طب اتجوزت ليه؟ اهو بعد كل اللي انا شايفه ده اتجوزت ليه؟ ينفع كده؟ لا خالص والله. ليه؟ ايه؟ ده انت عايش حياتك يا معلم هنا قوي. كنت سافرت لوحدك وبجح يعني في شهر العسل كنت قضيت شهر العسل لوحدك والله. اه في اي حته كده. انا كنت انا واخدها سهره اصلا. سهرني ليه يا حبيبي؟ انت رايح تسهر مع البنات. كنت سبتني انا انام في الفندق بدل ما احط الماسك وانزل واتعب نفسي. لا ما انت مقضيها انت رخره يعني. ما انت مقضيها ايه؟ ايوه ما كانت مديها على طول. ما هو معاه لكن ما جبتش واحد رقصت معاه. اه صح. طب كنت بتختفي فين؟ بختفي انا كنت في الحمام. حمام والله. مش عرفنا بقى اللي كان بيحصل بره ده. جاي عند النفوس. انت كنت في الحمام وشفتي تروحي الحمام؟ ادي يا اخويا كان فارق معاك. ما انت كنت مقضيها بطرف جوه. اه ده انت مالكش حد مركز. انت كنت بتوقع بس. هو بيوقع من اجل التوقيع. لا ده ورا بعض ورا بعض يعني مفيش حد هو في صفه. طب انت لو ادوارد عمل كده كنت عملت ايه؟ لو عمل كده يعني انت بتفترضي انه ما عملش. عمل كده؟ خلاص عمل كده؟ يا نهار ابيض على النظر. بيعمل ايه؟ لا لا ما بيعملش خلاص. لا قول لا يا اختي. خلاكي في الهاني مون كده وخدت يفسحك ودخلت الحمام رجعت لقيتي كده؟ كان فين الهاني مون اصلا؟ ما تبصيلوش قولي. كان في الجونة. الهاني مون كان في الجونة؟ اه وكان في رمضان بقى فالدنيا كانت هادية قوي. وكان في الجونه من 19 سنه اصلا. طب ليه يا بنتي؟ كانوا فتحوها كانت موجوده. لازم تقولي موجوده. دايما اقول له ما يقولش السن ده لازم هو من كل مكان يروح يفضحنا ويقول. هنروح لفاصل ونرجع لكم ولسه مكمل معانا النجم الجميل ادوار وزوجته العسوله فيفيان. اوعوا تروحوا في اي حته واستنونا. يلا ايه بقالنا ساعه قاعدين. ساعه ايه بس يا ادوارد؟ يا لهوي انت غيران بقى عشان انا اتاخرت عليك. ها اه ايه ده؟ ايه كوكو؟ كوكو هيكون ايه شايفه؟ ايه دي كرومي ما باينه اهي. حباش ايه؟ حباش ملوخيه ليه؟ دي تحفه. انتوا عاملينها هنا ولا جايبينها تكاوي؟ عاملينها هنا. ده والله ده انا الشقه فيها. يا شقه جوه دي كده وتفتفت فطلعت زي ما انتوا شايفين كده. ادي دقني لو حطيت صباعي فيها اساسا. يلا انت تقعدوا تبص علينا. يلا كله انا ناكل يعني وكله. اه يلا يلا بس. طب ايه يعني نغرف كده ولا انا يا حبيبي اقطعلك؟ لا مش لا كمان. لا والله ابدا. انت صدر ولا ورك؟ انا مش عايز اكل انا فراخ. انا ليه؟ لا انا هاكل بتنجان. ايه ده بجد؟ اه لا انت شكلك قرفان مني. فيفيان انت مش بقول لك ايه؟ لا بص اهو مفيش في الملوخيه. هشيل لك الجلد اهي اهي عشان انا عارفه انك عامل دايت اهي اهي. افصص لك؟ ايوه افصص لك. لا انت مدلعاه جامد كده. فصصي في بقك اهو. لا وحياة طنط. ايه؟ لا اكلي جوزك. انا مراتي هتاكلني. لا طب خدي اكلها لي ماشي. اكلها لي. انا بصي بقول انا حاسس ان انا خلاص معدتي قلبت. في ايه؟ اقعدي اقعدي. انا هتصرف. لا والله انا هاكل فيفيان صاحبتي. بلاش كلي يا فيف. كل طب بص النبي يا اختي عسل وحياة النعمة. حلو ده. دي قمر والله العظيم. دي قمر. خلي بالك اللي انت بتعمله ده هيخسرك جمهورك. عارف ليه؟ عشان النفس الحلوه ليها الجنه. حلوه اه. ايوه طبعا النفس الحلوه ليها الجنه. ده كفايه نيه من ايدك. طب والنعمه دي عسل. انتوا ستات زي بعض. انا اكلت من ايده والله. لا احنا رجاله زي بعض. اه عشان هي ما تغيرش عليك يعني. بص بقى ماجي يعشق كده ان انا اعمل له سندوتش البتنجان. يا خراشي تلاقيه ايه؟ بص تلاقيه وشه يضحك كده زي ما خد يا مجي. انت ايه اكتر اكله بقى بتحبها؟ انا بحب الشعريه بالفراخ. اه دي جديده. دي جديده فين يعني؟
بس المعروف رز شعريه متقطع عليها فراخ. دي اكله ارديحه قوي. والفراخ ارديحي؟ ايوه لازم يبقى في محشي حاجه كده. طب هي احلى اكله بتطبخها ايه؟ الشعريه بالرز بالخلطه. ايه الخلطه بقى؟ خلطه ايه اللي هي رز بالكبد والكلاوي. لا من غير كلاوي. قوانص. ايوه ولا قوانص كبد. كبد بس هو ما بيحبش. خد المخلل اللي بتحبه. ما باخد المخلل. خد المخلل. طب احكي لي بتفتشي في موبايل جوزك كده اهوت زي ما انا بفتش ولا تقدر تيجي جنبه؟ اشمعنى بقى الموبايل بقى ايه؟ الرد كان على الحامي كده على طول ليه؟ كده بقى حد يقدر يقرب جنب موبايل الراجل اهو معاها معاها اصلا؟ اصلا انت كده الله يخليك. ايه اللي هيجرى يعني؟ عشان انا عملت حاجه غلط. يا رب يحميك يا حبيبي يا رب. امال اللي احنا شفناه على الشاشه ده ايه؟ ما عملتش حاجه غلط. ده انت كانت في شهر العسل كنت لسه ما مرنتهوش، لكن بعد كده بالكرباج ولسوعته بقى ايه؟ ينط كده على رجله كده ما بقاش يقدر يعمل حاجه. نزوه. ايوه شوف اهو معترف قال لك نزوه. نزوه؟ اه بس اوعى تقول نزوه ابراهيم. لا كنت اقول نزوه اخويا. ايوه. لا احنا عندنا الراجل راجل والست ست. تاكل يا مجي؟ اه يلا. مش قادر اتعامل بجد. احنا كده نحب نريح ونكمل اكل. نريح ونكمل اكل. السلطه دي ما تاكلش منها عشان دي بقى لها اربع ايام انا عاملاها كنت سايباها في المطبخ مكشوفه. دي الحاجه الوحيده اللي انا اكلت منها. طب قولي لي يا فيفيان انت مين الفنان لما بتشوفيه كده بتحس ان هو مز كده وانت ايه بقى؟ مبهوره. ادوار اكيد. لا غير ادوار. ايه ده؟ بقول لك مز. هي بتحب بتحب وائل جسار قوي. وائل جسار؟ اه بحب صوته قوي. طب غني لنا حاجه من وائل جسار. غني لنا ايه يا ماما؟ بعد ما ارتحت حاجه من وائل جسار. كتف يعني ولا اي حاجه. انا كنت عارفه والله. انا كنت عارفه مش عارفه. يلا بس عتها مغول معلش عتها مغول. يلا غني لنا اغنيه من وائل جسار. اه طب غنوا معايا. ماشي. زعلان؟ فأنا بقول لك لا. غريبة الناس، غريبة الدنيا دي، أعز الناس بيكذبها عليا، مفيش إحساس، مفيش ولا ذكرى ليا، خلصنا خلاص. ده وائل جسار لو شافكوا. وائل جسار لو شافكوا هيحصل له حاجه. ليه يا حبيبي شافنا وغنى في فرحنا. انت تعرف ترقص كرشك زيه اللي بتتريق عليه ده؟ ده ماليش في ترقيص الكرش. طب امال ليك في ايه؟ ليك في ايه؟ الا ليك في ايه؟ ليك في ايه؟ مش عايز تعملها. ادوارد ايه اكتر حاجه بتضايقك في فيفي؟ اه ده في حاجه عصبيه شويه. دي عصبيه؟ دي عصبيه؟ اه والله مفتري. في البيت ساعات بتبقى عصبيه كده لما بيبقى يعني خصوصا لما تكون بس عندنا مشوار ولا حاجه بقى. هي طبعا بتحب بقى تلبس وعلى مهلها وبتاع ده. وانا بفضل بقى واقف في الشارع بتجنن بقى. يلا انزلي عندنا ميعاد. فهي تتعصب. فهي تتعصب. طب روح لوحدك. روح لوحدك. معقوله العسل دي بتعمل كده؟ لا استحاله. انا مش مصدق. استعد بتتكلم على واحده تانية. مين دي اللي تقول لك روح لوحدك؟ لا مش هي دي، واحده تانية. لا هي بتتعصب. لا. بس يعني زياده يعني. ايه بتتعصب زياده يعني؟ بتتعصب زياده. طب انت ايه اكتر عيب فيه مش بتحبيه؟
انه على طول مستعجل مش عارفه انه على طول يعني بتوع عيوبكم بقى راكبين ضد بعض. لا اقول لك ليه، انا بحب المواعيد الصح قوي. بحب احترام المواعيد في كل حاجه. لو مدي ميعاد لحد الساعه 9 يبقى 9 بالظبط. لا 9 ل 10 تلاقيني، 9 ل 10 تلاقيني هناك قبل الميعاد. انا بحب كده، بحب احترام المواعيد جدا. خلاص بقى، اكتر حاجه بتعجبك في ادوار؟ بلاش بقى اروح عشان لا ده حاجات كتير بقى، عايزين نقول لنا بقى احلى حاجه قول لنا. انه طيب قوي. ايه طيب؟ طيب جدا حتى مع الولاد كمان. بيدلعهم جامد جدا، وده شيء بيضايقني طبعا. ليه طيب؟ ليه دلع بزياده كده بقى، وخصوصا بنتي بقى. طب انت يعني نقدر نقول ان انت مثلا بتغيري من بنتك من علاقتها مع بابا؟ لا بالعكس. لا لا يعني هي لما لما بنتي ما تكون عارفه هتقول لها حاجه مثلا رايحه مشوار وهتعمل حاجه عارفه انها تقول لها لا، تيجي تقول لها انا فاقول لها على طول على طول. فبتجي لي انا، ولما وتروح تخرج وتعمل وبعدين تقول لها ما انا قلت لبابا، تتصل بقى هي بقى تهزقني. وانت عادي؟ لا ما انا بنتي دي دلوعتي يا حبيبتي. ربنا يخليها لك يا رب. طب بتغير عليها بقى من انها تخرج او انها تبقى خايف عليها كده ولا بتسيبها؟ بنتي؟ ايوه. لا بالعكس، بنتي يعني ما شاء الله بصراحه، يعني البركه في فيفيان، مربيه الولد والبنت تربيه احلى تربيه في الدنيا بصراحه. فعندي ثقه فيهم هما الاثنين في كل حاجه بيعملوها يعني، وهما ما بيخرجوش بره الاريا بتاعتنا يعني. طب لو لقيت بنتك كده بقت عروسه وجالها عريس، تحس ان انت هتبقى غيران عليها بما انك متعلق بيها قوي كده، ولا هتبقى عادي؟ والله انا املي في حياتي يعني ان انا بنتي لما تيجي تتجوز تعيش معايا، تعيش معايا في البيت. فهي فيفيان تقول لي ما تقولش كده، يعني البيت احنا عاملين بيت عشان يجي جوز بنتك يجي يقعد فيه؟ أيوة. ده لا، ابنك اللي يقعد فيه وتبقى هو مراته. يعني انت هتشترط كده؟ انا عايز اعمل كده. لا هتشترط، هتقول له هقول ده شرط. تيجي مش هتطلب، ده شرط. بالنسبه لي ان هو يعيش معاك. طب والبيت ما شاء الله يسع يعني. بجهز بيت جديد علشان المرحله دي. بيت جديد؟ انتوا اصلا قاعدين في فيلا دلوقتي؟ قاعدين في فيلا، مش يعني اللي هي التوين هاوس. توين هاوس يعني فيلا دورين بجنينه، والتانية هتبقى ايه بقى؟ فيلا ثلاث ادوار ولا قصر؟ قصر ايه يا ماما؟ قصر ايه؟ ما هو البدايه فيلا. ما هو اللي هيسع انت وبنتك وجوزها. لا فيلا وابنك بس كبيره. فيلا كبيره؟ ابني هيسافر بره يدرس ابنك كمان هتسفره بره؟ ما شاء الله عليك. وفيلا كبيره؟ لا يعني ينفع الولد يسافر والبنت تقعد هنا؟ مش هيقعدوا الاثنين معانا؟ سلسله اسمها بالالماس. وفيلا كبيره لابنها وبنتها يسكنوا فيها. انا هتحرم وابنها هيسفروا بره وما بيزعلوش، بقى لهم 19 سنه ما اتخانقوش ولا خناقه، وبياكل السلطه وما قلت له تعدمني راح اكل، وانا تقع قرفتي السوداء في المنظر ده. صح؟ وهنروح لفاصل ولسه مكمل معانا النجم العسل ادوارد وزوجته فيفيان. استنونا. وبما ان ادوارد مش عاجباه علاقتي انا وماجي جوزي، فانا قررت بقى دلوقتي ازنقهم في لعبه التوافق، واما نشوف بقى هم يعرفوا بعض قد ايه، اللي بقالهم 19 سنه دول ما بيتخانقوش، وجايب لها فيلا وجايب لها سلسله بالالماس عليها اسمها، وهيسفر لها ابنها، وبيعمل وبيعمل وبيعمل. اما نشوف دلوقتي كل واحد فيكم ما هيمسك السبوره دي. ماشي؟ ايوه. انا هسالك سؤال تكتب الاجابه وانت تكتبي الاجابه، وبعدين نلف فنشوف كاتبين نفس الاجابه ولا ايه. ماشي؟ اوكي. يلا قول لي. فيفيان فطرت ايه امبارح؟ دي بقى اقولها لك اكيد ما بتفطرش خالص. طب والله العظيم انت بتقول لي ما بتفطرش؟ والله العظيم ما بتتكلمش وما بتمشيش. هتفطر يعني؟ جت على الفطار